بونجور جايز، هلو. وانا هلا فقت الساعة 2، اليوم 26/5. اوكي، ما بعرف اذا لاحظتوا بس انا بالكويت ماني بلبنان، جيت هون اجازة للصيفية وهيك، وهلا هروح اقعد نيوز مع ماما وزينة. ما بعرف اذا خالته بدها تجي، قالت بدها تشوف. حاعملكم فلوج لنهاري لانه هيك عبالي اعمل شوبينج وهيك، واذا اشتريت اشياء برجع بعملكم هون. في كم شغله كنت كملتها البيت ضايعه، فمره واحده بعملهم هون مع اللي بجيبهم اليوم مثلا. اوكي جايز، غسلت وجهي وفرشيت اسناني، سو هلا حبلش بدي اعمل ماي ميك اب. شعراتي اليوم ابدا مزبطين، يعني بحس اني لازم اتحمم بصراحه ما بلحق. اني اول شيء حبلش باكرام. جايز خلصت ماي ميك اب، بعد بدي احط جلوس بس بعد ما البس، سو حلبس فرجيكم ماي اوتفيت وارجع لكم. لبست هيدي البودي البيضة، ولبست هيدي البينك بليزر مع ماي وايد لاك بانتس، ولبست ماي الكساندر عشان بيلبق لي تيلي اكزاكتلي نفس الالوان، وماي باج. سينا وصلنا عند بيت زينة، هيدا الشارع. قولي هاي. هاي. وين زينة؟ جاي زينة. طب ليه بتتأخر زينة؟ زينة وي ويل ليف يو. ايه قليلة. ماما ليه مش حاطة جلوس؟ شو بتعملي؟ حلوة هاي السكيرت. تتفق زينة اللي جيت معنا اليوم، هي عزمت حالها امبارح، قلت لها اني بدي اروح اقعد، ماما قالت لي بدي اجي بليز بدي البس السكيرت، قال لي ما في محل البسها وعاد. اوكي. زينة؟ زينة بدي مرة واحدة بس، مرة واحدة جينا ناخدك وكنتي جاهزة وتنزلي دغري. مرة واحدة بالحياة. ماكو والله تبي. شو هاي تو ماي فلوج؟ هذا عجيب. زينة هي هذا عندي زينة. زين شو عم تصوري انت؟ ماي كوفي. سي هاي تو ماي فلوج. سي هاي تو ماي فلوج. جايز نحن بالمول هلا بنروح نتغدى، قالوا لنا انه 2 اور ويتنج ليست بس تقولنا بعد ساعة تقريبا. هذا هلا بنروح وجبة ستاربكس، بس خلصت الستاربكس يعني، بس انه هلا نحن بعد شو نقوم. جايز هيدا اول بليت جبناه، مين جبناه؟ كورن سالاد. بلد جوج قد جايز هيدي تاني سالاد ولا فراوس. كنت جربت هيدا بس كتير كبير، ما بحس كان بدي ميديم منه ليكو، بس هو بيربط. Guys we got macaron من بول. Wait it's not focused. اليوم على فكرة كتير زايبين بس صراحة مكارون باتشي أطيب مكارون اللي قطعنا لهلا بلبنان يعني، بس الشو بده. أنا نزلت بالبيت عم باكل عنب، عم باكل هول الأشياء اللي اشتريتها. أول شي جبته هو هيدا الوايت كارجو بانتس. أوكي كتير حبيته، بيجي هيك من ورا. جايز بعدين جبت هيدا الشويت قماش، هيك شوي كبير بس هو بيتضايق من هول يعني، بس انه هيك واسع حلو. جايز هول ما حقيسهم بس انه جبت هول البيسكس من اتش ام اللي بيجوا هيك. هيدي وحده منهم انه بلاك وهيدي بيضه، بيجوا سوا يعني، حبيتهم. جايز بعدين عندي هيدي التوب بس لبستها بالقلب، اكلتها غلط او شيء، هي لها هيك الزرار، ما بعرف شو كيف عملتها، وماني ربطتها صح من ورا، بحس لازم ظبطها، بس انه هيك بتنلبس انه حلوه هيك للصيفيه مع جينز او شورتس او شيء.
جايز بعدين جبت هيدا البيربل فاتح سات، بصراحة ما بعرف انه اذا بلبسه، يعني انا جبته هيك لألبسه مثلا مع هيك ساك مرتب وشوز مرتب وهيك على شي لاست مينت بلان غدا سريع صيفية وهيك، بس انه كمان ما بعرف اذا انا بلبس هيك شي، حاسة حالي لابسة انه شي بيجيز نوم. جايز هيدا الليجينج كمان ماما طلبت لي من نايكي، رمادي فاتح هيدا، بحس بلبسه على الجيم ماكس يعني، او انه هيك مع وايت توب اوفر سايز او هيك، بس انه انا بالعادي ماني هالقد ليجينجز فان هالقد يعني. بس بعدين جبت هيدا الوايت سويت بانز، بس شورت البيجاما تبعي، بس انه بعدين جبت هيدا التوب بتجي هيك انه كتف واحد و هيك القماشة اللي قالها هيك انه جلتيري بس ميتاليك مدري كيف، بس انه كتير حلوة. كويس خلص ماي هول، هيدا اللي تيلي كل ماي هول، منو كتير مثل هيك بالعادة لما اروح على المول، كرمال ما مشيت لجهد زارا وبرشكا وهول، وانا صراحة اكتر محل اذا بروح اذا بفوت ما بطلع هو زارا، وما مشيت لانه كان اخر المول صراحة ما كان جديدة ورحنا مأخر بالليل وهيك، المهم بقينا لمأخر بالليل. المهم فتت على سيفورا حفرجيكم شو جبت، بتعرفوا انه انا مرات بنبسط بالاشياء اللي بجيبها ميك اب اكتر من تياب. جبت هيدا الست بيجوا 3 جلوسز وواحدة مني ماسكارا، قلت من بنفت الماسكارا الالون، بس انه كتير 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 بحبها يعني، هول خلصين واللي بماي ميك اب باك خلصه فهي جديده. جايز اخر شي جبته من عند ميك اب باي ماريو، ذي برونزي. اوكي ليكو انا كان بدي اجيب ميديوم بس كان اوت اوف ستوك، فشفت لايت ميديوم، وانا صراحه انه بصيفيه كتير بسمر، بس انه اون جنرال يعني لوني انه هيدا كبرونزر كثير منيح بحس. هلو جايز، هابي نيو داي، حوصل لكم هيدا البويت كله مع الشوب وذ مي، لانه اجى ماي شي ام باكج وقلت انه بعمل له انبوكس هون بما انه هيدا كان شوب وذ مي، هن بعثوا لي اغراض فقلت بفرجيكم. سو بس قبل بدي افرجيكم شو جبت. اوكي سو ماما راحت على تشارلي تلفري وجابت لي هيدا اللي انا كان بدي اياه. اوكي ديجا جربته يعني، بس انه بجرب لكم اياه اجين، من اعتبره انه ماني حتى منه ليكو صراحة، انه بحس لازم ارجع اجربه لك مع كل ماي ميك اب روتين، بس انه هيك حسيته حلو على بشرتي ليكو، يعطيني هيدا اللي هيك سمري لوك وتفيري هيك سمود وناعم على الوجه، ما بعرف انا صراحة حبيته. جايز اي لاف ماي بين سو ماتش، والله عن جد هيدا الفيديو ما بعمل براغينج ولا شيء، انه اللي جيت من سفر عم بعمل شوبينج مع اهلي وكل شيء. اوكي جايز انا هيدا ماي فون، اوكي بس جايز ماي فون لا لا ما في ستوريج، لا لا يعني بس هيك ان ما في ستوريج، وحيث انا بس اجي لاصور صوره قبل ما الصوره تعمل لود بتاخذ معي شي دقيقتين، اكيد قاعده انه مع بابا هيك فكت عم انه كثير عم يعلق ومدري شو، نزلي شوي نزلي لي شيء، سو نزلت لنزل له شيء قام يعطيني هيدا اتس سو كيوت، بس هيدا انه من امي وبي يعني، بس انه اتس سو كيوت كيف بي اعطاني اياه، مش امي اللي اعطتني اياه، ما بعرف ليه بي اللي اعطاني اياه، بس انه اتس سو كيوت. اوكي جايز باك تو ماي هول، قبل ما افرجيكم شيء اند ستاف كمان ماما جبت لي غراض، جبت لي هيدا البيتش باك سو كيوت، جبت لي هيدا السويت بانتس من بوما ليكو، انا صراحه كثير فان للوان البينك. اوكي جايز بعدين شي جات مي هيدا الليجنز من اديداس كثير حلو، انا عندي منه اكزاكتلي اسود اوكي، بس انا كثير بحبهم صراحه، هلا حقلا تشوف لي شو في كولرز وكثير بيفيدوني للجيم، انه كثير برتاح فيهم كثير حبيتهم. فين جبت لي هيدا البليزر، ما بحس بلبسها مع نص كم يعني، لانه او مع حفر او مع انه كروب او هيك، هي بتجي هيك لهون يعني انه هي قصيره ليكو طوله يعني، ما لها لونج بليزر، بس انا هو اللي بحبهم هيك حبيتها يعني، اي بدو ويرد طلبت لي اياها. اوكي هلا الريل ريزن اللي بلشت هالبارت، ما كان بدي افرجيكم لا التشارلي تلفري ولا التليفون صراحه، التليفون كان صدفه، اجا ماي شي ان باكج قلت لكم اني بعتيني اشياء، سو مره واحده قلت بعمل لكم تراي اون هول، باي ذا واي عندي ديسكاونت كود، فاذا انتم بتطلبوا من شي ان هلا بحط لكم اياه على الشاشه، يوز ات. يس ام سو اكسايتد. اوكي جايز هيدا اول دريس، جايز كثير حبيته على الجسم، كثير 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 حلو، انا كثير بلبق لي البوف سليز والاشياء اللي بتكون واسعه من تحت بس انه هيك ضيقه او مفتحه من فوق، يعني انه هيك انا بحس هيدا على ستيل جسمي بيلبق لي هيك. جايز هيدا النكست دريس البلاك كثير حبيته ليكو، بعدني هلا حب البينك اكثر، بس ليكو من ورا شو حلو، ليكو هالست شو حلو. اوكي بلاك شورتس مع هيدا الكروبتيك جاكيت، الست اللي حفرجيكم عليها هلا بس بده قوي يعني بده قوي بقوه، بس انه كثير بيجي حلو. بعدين عندي هيدي البلاك توب صراحه كثير غريبه، بس زينب بعثت لي اللينك اللي لها وهيك انه حبيتها،
فقلت بجيبه. سكيب ماي توب صراحة ما بعرف كيف حطيتها، بس كرمال اقدر فرجيكم السكيرت كيف تجي. بلاك قصيرة عادي، كل بحاجة لبلاك، وهيك قصتها غريبة انه استحاب على جناب بيجي هيك من هون، في هيك انه قصة من هون. جايز جبت من السكيرت كمان وايت، صراحة انا على الصور كتير 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 حبيتها، فقلت بجيب منها اللون، يعني انا بحاجة لانه سمر سكيرت وهيك. و didn't disappoint، الحمد لله الحمد لله. لا اقل شيء عجبنا، مو بعرف ليكو، انا ما بتوفق بجينزات من وين ما كان لانه خسروا يعني انه كبير اوكي، بس انه عقدي على اجري وهيك. جايز غيرت رأيي، بعتقد انه هيدا الشورت هو اكتر شيء ما حبيته لهلا، كتير بشع على جسمي، انا توقعت يجي هيك واسع وما بعرف شو. قلت لكم انا سايزاتي من تحت كتير بيجوا غلط. بس بعدين طلبت هيدا الجاكيت الجينز الغريبة، كتير غريبة بس صراحة كتير حلوة، انه مثل قلت لي فيني البس وايت كروب وايت كارجو، هيدي كتير حلوة. انا عندي هيدا السات، اول شيء هيدي التوب فوق كيف هيدا القلق مع هيدا الكارجو كويس. بعدين عندي هيدي، عرفتوا انه هول الترند اللي بتيك توك وبنترست وهيك، ايه انا جبتها بس انا حاسه شكلها غلط، في شيء غلط بس مو قادره اعرف شو هو. يعني الدرس الاسود صراحه هيك مهضوم فور سمر. بعدين عندي هيدي التوب، حبيته انه هيك يعني مهضومه للصيفيه صراحه، كثير 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 حبيت هالدرس، كثير حلو. هيدا اول درس لبسته البينك لهلا، انه ماي فيفرتس جايز. كثير حبيت هيدا الدرس، كثير حبيت الفتحه وكل شيء، بس ما حبيت انه كيف مطلع جسمي هيك من ورا. هي الشغله الوحده الشتويه اللي حطيتها، كثير حبيتها. بعدين عندي هيدا البلاك سيت اوكي، صراحه شوي كبير بس صراحه البليزر توب كثير 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 حلوه جايز. بعدين عندي هيدا السيت، بيجي قميص مع هيدي الكروب شغله وبنطلون سافيج. القميص بيجي هيك طويل، التوب او البانس مع different things كثير حلوة. بعدين عندي هيدا كبير البحر، ليكو بينشد هو بعد اوكي، بس انا ما عرفت اربطه مثل الخلق من ورا ولا لحالي يعني. بعدين جبت هيدا الليجنز بس ما كثير حبيته علي، ما بعرف ليكو، انا والليجنز ابدا مش صحبة يعني. بعدين عندي هيدا السات، بيجي هيدا البلاك بانس الواسع مع هيدا التوب هيك اوكي. فجايز اخر شيء عندي هو هيدا التراس بينربط هيك اوكي، فبصير شكله انه هيك قصته كتير حلو، بيجي هيك انه كم واحد بونجور كذا. ماما هلو ادوات جاهز بسرعة عشان ماما ما تعصب. هيدي اخر مرة اروح على المول قبل ما اسافر، بس رح اكفي لكم اياها بالفلوج لانه هيك هو شوب ويز مي. هلو كنت حاسب بالسيارة، الحق افرجيكم ماي اوتفيت كرمال كنت حاطة الكاميرا على الشجر عشان تقولي انه لا تأخر. المهم اي جوت شادي، هلا افرجيكم اياها بشي محل المول. سيارة هاي هلا بس اوصل لكم شوف البلان، بس اول شي بحسن التروى بعدين الكافي. Guys, أنا صرت بالبيت وحاملكم unboxing of شو اشتريت. أنا ما اشتريت كتير أشياء اليوم اوكي، بس حاجيكم شو جبت. رفيقتي وصلتني على كونسيلر من سيفورا، سو جبت لها اياه اوكي. قبل ما افرجيكم انه التياب اللي جبته، حاعملكم unboxing للشوز اللي جبته. صورت لكم ديجا، انا كنت محتاره بين الرمادي والنيفي، بس ماما قالت لي النيفي احلى، رجعت انه رديت عليها. وكمان حسيت انه كان عندها بوينت، يعني كرمال انا ماي شوزات اغلبيتهم ابيض ورمادي وفواتح،
قليل ما عندي هيك. حتى السيلز بيرسون اللي كانت عم تساعدني ونيك قالت لي الديب بلو هو السيجنتشر اللي قلنا هو فيهم ليسرز. جاي صراحة انا رجعت اقتنعت فيه بس رجعت شفته على ازري وفكرت فيها من ناحية شو انا عندي وشو انا ما عندي عرفته. اني ما حقعد اعملكم شو بيجي بالبوكس يعني في دست باغ وهيك. جايز قبل ما تعملوا لي اني كومنت لو كنت على نفس الصفحه ماني شخص مجلوق ولا شخص بحب يفرجي ولا شخص بتهمه المظاهر لا 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 بعرف 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 حيجيني كثير كومنتات هيك. هيدا اللي تيلي فيديو شوب وذ مي عم فرجيكم شو اشتريت وشو جبت والحمد لله ام سو جريت في الاهلي ولا كل شيء بيعملوا لي اياه وبس. جايز اول شيء جبته هو هيدي السكيرت حسيتها كثير 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 غريبه وماما قالت لي حلوه. جايز بعدين جبت هيدي الوايت توب عادي ساده جبت هيدا البينك شورتس فيه هيك شوي وايت. فايز اخر شي جبته هو هيدا البانز بيجي هيك انه فورمل بس هيك كارجوز بنفس الوقت معه جايبات خسروا شوي واسع عليكم انه خسروا شوي بيجي واسع بس انه صراحة هيك انه كتير حبيته هيك مبين هيك انه فورمل ومرتب بس بنفس الوقت كتير مريح. فايز هابي نيو دي كل مرة بقول ما بقى دي جيب شي وفيام بجيب اشياء ما قلع عازة برجع بجيب شي. قلت انا عندي shopping addiction I'm constantly losing control I'm so excited ان شاء الله يكونوا my size. بكره انه جيب كاب online انه مش impressed انت جايبتهم but they're giving movements 3 شوية so حقيقي كلهم نفس السايز ان شاء الله يكونوا منيح لانه بدي اخدوا معي على لبنان واذا منهم my size ما بلحق اخدوا معي على لبنان. اوكي هيدا الاسود يعطوني vibes انه في احتمال يكونوا ضايقين لانه they are small فما بعرف بس ان شاء الله ان شاء الله منيح. هيدا البراون وهيدا الابيض جربهم هلا ما حسيت حبيتهم بس انه هن الفت تبعهم منو لوس يعني ماشي انه انا جايبتهم small يعني بس انه ما حبيت بحس حردهم لكن بخلي بس الاسود لكن حسيته وبعرف المشكله انا هول الكوتن شورتس بحبهم يجوا واسعين مش على قد هيدا على قد ما بعرف يعني بحس اذا خليته ما بلبسهم. جايز اوكي ما بعتقد بعد روح على المول يعني هيدا كان كل ماي هول وبشوفكم بماي نكست فيديو وفولو ماي انستا هي على الشاشه بس باي جايز.